السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي معانا موقع عربي المرة دي اسمه زنكي. ده بيعمل ايه؟ بيحول المخطوطات التاريخية ويحولها لنص على الكمبيوتر نقدر نشتغل عليه. ساعات بنلاقي مخطوطات قديمة جدا، ساعات بيبقى فيها مشاكل. فهو ده في تقنية اسمها OCR Optical Character Reader، بتبدأ تحول الكلام المكتوب لكلام على الكمبيوتر كأنه مكتوب على الكمبيوتر. والنظام ده قوي جدا، يعني اللغة الإنجليزية قطعت شوط كبير، وهنا إن شاء الله نقطع شوط حلو في اللغة العربية. وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بيتعلم مع نفسه وبيبدأ إن هو يفهم إن ده مقصود بإيه، حتى وهي معمولة بخط الإيد. وبالذات المخطوطات القديمة بتبقى فيها صعوبة شوية، في بعضها بيبقى من غير حروف، في بعضها طريقة الكتابة بتبقى مختلفة. تمام. في دكتور علي العلايمي بيقول: أرهقنا الجهد في ضبط مجلدات النص المخطوط حتى وجدنا عضدا وانيسا، قال سنشد عضدك باخيك. في مساعده بتسهل الشغل من فكره مساعده برمجيه اللي اسمها زينكي. تمام. لو احنا بصينا على المخطوطات فعلا بيبقى الموضوع صعب ومحتاج ناس متخصصه، كويس ان هم قاموا بالجهد الكبير دوت. مخطوطات ومطبوعات ومقالات. تمام. ممكن تجرب لو انت عندك اي مخطوطه تقدر ترفعها. كان عندي مخطوطات كتيرة زمان بس دلوقتي مش عارف. فبدل ما تمسك الكتاب وتقعد تكتبه بخط الإيد أو تكتبه على الكمبيوتر وتعب، لأ هو هيبقى الموضوع أسهل بكتير إن شاء الله. وتقدر تحمل المخطوط بصيغة بي إن جي أو بي دي إف أو جي بي جي. طيب تعالى بقى نتعرف من أنهي بلد. هو من تونس عموما، مش عارف ما كاتبينه ولا في سيرة تونس.